كيف وبدأت أعرف أنه أنا مختلف، والاختلاف قد ما يكون أمر سلبي دائما، يمكن الاختلاف هذا يكون إيجابي. الله يعطي شيء ويأخذ شيء يعني. فعلا ربي يأخذ الحلو ويعطي الأحلى دائما. صحيح. طيب عاصم، كيف دراسة؟ ما شاء الله عليك أنت ماجستير، أنا إلى يومك ذا أقرر أدخل ماجستير ولا دخلت؟ والله الحمد لله بعد توفيق الله ودعم الوالدين والأقارب ودعم من قبل جمعية حركية، أحب أشكرهم بهذه المناسبة. هم وفروا أول ابتعاث للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المملكة، وبحكم أن معدلي كان عالي الحمد لله انقبلت ماجستير. طلعت ابتعاث؟ اي نعم. ما شاء الله عليك، كم قعدت؟ سنة ونص في جامعة سوانزي في بريطانيا. هذه من الابتعاث لخادم الحرمين الشريفين صح؟ ايه في مرحلة ابتعاث. اي نعم، في كان في مستهدفين 70 شخص لذوي الإعاقة، أنا كنت من ضمنهم يعني. ما شاء الله عليك، شوف عاصم قاعدين ترى نستعرض صورك، أتوقع يمكن تدرس في الابتعاث صح؟ صحيح. هذه من صورك، لك كم متخرج؟ تقريبا من 2021، سنتين تقريبا. حلو. فريش جرادويت. هذه في جامعة، لا الصورة اللي قبل شيء في جامعة الملك سعود. جميل. هذه صورتي وأنا صغير. هذه شكلها في جمعية الأطفال المعاقين صح؟ اي نعم. واضح. هذه صورتي مع مدير جامعة سوانزي. يا سلام عليك. اي والله. طيب عاصم، خلينا نتكلم عن موضوع اي واحد يسافر برا ويقول ادرس برا احس بغربه، اشتاق لاهلي، كيف تجاوزت هالموضوع؟ خصوصا مشايك تقول انه اصلا انا كان عندي دعم، اسرتي حولي. تنهدت وش عندك؟ تذكرت شيء؟ ها اي صحيح، انا برضو اثناء الابتعاث مريت بظرف صعب، وفاته أخوي الصغير الله يغفر له ويرحمه، أيضا هذا زاد التحدي تحدي، لأني من صدمة وفاة أخوي الصغير الله يرحمه كان عندي قرار أني أرجع، بس الحمد لله مع دعم الأهل وكذا قررت أني أستمر لين أخذت الماجستير والحمد لله. كنت لحالك بالابتعاث؟ لا، معي الوالد. والوالد بالعكس ضحى بمستقبله الوظيفة يقدم الاستقالة من القطاع الخاص عشان يرافقني الابتعاث، وكذلك الوالدة طيلة يعني حياتي وهي تدعمني، وياما أخذت إجازات بدون مرتب عشان أنا ترافقني سواء في العلاج الطبيعي أو في المصحة. لما كنت في المصحة في تشيك أخذت إجازات وقعدت، وأنا كنت منتسب في المدرسة السعودية في النفخ، أخذت إجازات عشان تكتب لي الـ 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 المواد الدراسية عشان أذاكرها وقت الاختبارات. فالشخص ذوي الإعاقة بدون دعم الأهل ما حيوصل اللي يوصله، لازم تكون فيها بيئة داعمة. تعرف يا عاصم، والله ما في نموذج نستضيفه ويكون ناجح شرواك إلا والأم والأب خلفه، الدعم. صحيح. الأكبر. صحيح. هم يكونون الدعم الأكبر للموضوع. صحيح، وكذلك الأقارب جميعا يعني. الله يسخرهم لك. آمين.